إياك أن تأخذ نصيحة أحد حتى لو كان أبوك في كيف تعامل زوجتك، لأن أبوك سيقول لك كيف تعاملها بأسلوبه وعقله، زائد أنه سيرى زوجتك على أنها أمك، وهذا كله غير صحيح. لا تأخذ نصيحة أحد في كيفية تعاملك مع زوجتك المستقبلية أو زوجتك الحالية. الاثنين، في ناس يستحل الزوجة بمجرد أن كتب عليها، وهذا شيء خطأ. يعني أنت رجل كريم، حين تتزوج ضع في اعتبارك أنك أخذت ابنة كرام. طبعا ما ترضى على نفسك إلا أنك تأخذ كريمة ابنة كرام. كيف تعاملها؟ هل تعلم أن المرأة في السنن الكونية والشرائع السماوية ليس مطلوبا منها القيام بالأعمال المنزلية؟ ولو قامت بذلك فهو تطوع منها وطيب. ليس مطلوب منها أبدا لا طبخ ولا كنس ولا خدمة بيتك، وإن قامت بذلك فهي تقوم به تطوعا، وليس لك الحق أن تأمرها بشيء. سيأتي رجل ويقول ولكنني أنا الذي أعمل وأتعب وأكسب رزقي من أجل المنزل، يجب أن تعمل الزوجة فيه لو فعلت ذلك تطوعا، ولا تقول لي وظيفة. سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن موظفا، كان يحمل هم أمه، يعني ما هم عذر الوظيفة هذه خلى على صوب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحمل هم أمه. فلما سئلت عائشة عما كان يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته يخدم نفسه، لو كان لي ابنة وأتى موعد زواجها سأبكي، حتى وإن لم تراني سأبكي، لأنني سأتذكر حين تزوجت أول مرة كيف أنني لم أشعر بحال أبوها، الآن أنا أعيش ذات الشعور لذلك أبكي، وأخاف على ابنتي منك، أخاف عليها منك أنك لن ترعاها كما خاف أبو التي تزوجتها مني. المرأة التي تأتي إليك من بيت أهلها تذكر حال أهلها وأبوها وأمها عليها، وتذكر بأنها ستكون غريبة في بيتك، فراعي الله فيها.